مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد متجدد من برنامج عازف الليل. هذا البرنامج الذي نحاول من خلاله أن نضمن لكم المتعة الفنية والكلام الجميل وكل ما هو جميل في عالم الفن والطرب. ضيفاي لهذه الحلقة، أولهما يعتبر من المجددين في مجال أغنية الشعبي، وله محاولات عدة لأن يقول هذه الأغنية بطريقة متجددة وطريقة حديثة. حاول من خلال العديد من الأعمال أن يقدم أغنية شعبي حديثة وبفكر وأسلوب مختلف. إنه الفنان نصر الدين قليز. مرحبا بك. أهلاً. كيف حالك؟ خير. الله فيك. الحمد لله. تفضل. السلام عليكم. تفضل. شكراً على تلبية الدعوة. الله يحفظك. الله يحفظك. شكراً على الدعوة. العفو. ضيفي الثاني هو الشاعر الطيب الأصيل، الشاعر الشعبي مسعود طيبي. مرحبا بك سي مسعود. عليكم. شرفتنا. شرفكم. اهلا بك. لاباس؟ خير. شكرا على الاستضافه. الحمد لله. العفو. العفو. تفضل. شكرا. مرحبا بكم. الله يسلمك. شرفتوا البرنامج. ان شاء الله نقضوا مع بعضنا سهره مفيده وممتعه للجمهور. ان شاء الله. ان شاء الله. نبداو معك سي نور الدين. في نصر الدين. نصر الدين قليز ينتمي لجيل يعتبر من المجددين، وكانت في البداية كانت محاولات جادة لتقديم أغنية شعبي بطريقة مختلفة وبطريقة مقنعة نوعا ما مقارنة بتقديم أغنية شعبي القديمة بأدوات قديمة، يعني فوقوع شبه تحديث للشعبي. كان جيل مع بعضه، لكن بعد مدة فيه الكثير منهم اللي ولا يؤدي أغنية الشعبي كما كانت في السابق، يعني ما كانش كاين استمرارية يعني في المجال هذا. في رأيك وشي السبب يعني؟ نقول أنا على كل حال السلام عليكم قبل كل شيء. إن شاء الله نجوزوا كما قولوا قاعدة جميلة إن شاء الله يا رب، طربية وفنية. فيما يخص يعني تجديد الأغنية، أنه إحنا ما وش احنا من المدر يعني ما متخرج من مدرسة عريقة، مدرسة أندلسية اللي هي الفخارجية، وتعلمنا عن طريقها الفن الأندلسي، ومنه تاني كاين شيوخنا كبار تعلمنا عليهم لي غروند انكونتيستي دو شعبي، الحاج محمد العنقة، عمر الزاهي، بجمال العنقيس، الهاشمي كروبي، هادو كاع شيوخنا. لكن يعني في كل وقت يقول لك لكل رجال زمان ولكل زمان رجال. في كل وقت كاين يعني حتى في من قبل تشوف بجمال العنقيس وعمر الزاهي والهاشمي كروبي العملاق محبوباتي اللي كان دارهم. ايه ما خدموش بنفس الاسلوب القديم بيان سور. ايه. لكن يبقى انه الشعبي الكلاسيكي عن طريق القصائد والمديح والنصرافات وهذاك يبقى توجور، احنا تعلمنا به كما تقول كيسري في الدم هذاك. يعني هذايا ما يكونش غايب علينا عندما نعملوا اعراس وحفلات. لكن يعني عندما نهضروا على يعني تقديم الانتاج الجديد اللي كان من سبق عن طريق الكاسات، ثم عن طريق السي دي، والان عن طريق الفلاش ديسك. يعني يكون لازم كما قلت احنا رانا في عصر السرعه. يعني الماكله كاسكروطي ياكل هو يمشي، يسمع الراديو هو في الطوموبيل يمشي. احنا لازم تعصرنوا مع الوقت اللي رانا فيه. لهذا درنا هذاك بما يسمى هذاك، دار ضجه كبيره لنيو شعبي. حب يقول لو نيو شعبي، حب يقول نوفو شعبي، شعبي جديد. يعني واش معناتها؟ ما كسرنا ما عودنا. الالات يبقاو، لكن توزيع الموسيقي هو اللي يتبدل. مثلا بكري احنا تعلمنا في المدرسه نتعلموا نلعبوا على لونيسون، نلعبوا ونجاوبوا، قال نقول ومن بعد نجاوبوا جماعه. احنا خممنا وسبقونا مثلا محبوباتي رحمه الله العملاق الكبير في وقته. محبوباتي انا بالنسبه لي يعني كمتتبع لحركه الاغنيه الجزائريه مثلا، انا نعتبره ما كانش ممشاش في الفكر تاع اغنيه الشعبي.
قدم أغنية مختلفة أنا بالنسبة لي سواء من ناحية الكلمات أو اللحن. يعني تقدر تقول أغنية جزائرية عصرية. جزائرية ولكن بأصوات شعبية. شعبية هو بما كان بما أنه كان هذاك الوقت يعني الشعبي هو اللي كان يطغى يعني كما نقولوا يعني كل وقت وقته يعني التدافيش كان شعبي من بعد جاء موراها الراي ومن بعد جاء موراها وهي هذه هي لهذا كانوا بزاف عدة مغنيين شعبي اللي كان هو وضع لهم كما نقولوا لباس على قيسهم كان اللي يحب يدير سكس يروح المحبوبات صح يروح المحبوبات وحنا في وقتنا كمال مسعودي الله يرحمه ومراد جعفري يعني ليكيب تاعنا هذو لا نوفيل جينيراسيون ذاك الوقت اللي كان يتسمى بلا نوفيل جينيراسيون عندنا قلت لك في التوزيع عندما كان لونيسون ولينا مثلا نقول انا يجاوب عليا الفيولون والبونجو ومن بعد البيانو من هي يدير لوساتيام لاكور لوساتيام ديمينيي ولا يدير لي فهمتني يعني هاوليك التجديد في الاغنيه وزيد الاغنيه مثلا نلحن الاغاني تاعي ويكتبوا لي شعراء معاصرين منهم كيما مسعود كيما ياسين وعابد كمال شر كمال شرشار نور الدين بوديسا مسعود غنيت له مازال ان شاء الله بروبوزال درك اليوم اليوم بعد اليوم ان شاء الله ويا ريت تكتب وتلحن ان شاء الله دونك هذه اللي جعلت انه نمشوا في هذا المسوار والحمد لله لكن نبقاو توجور متاصلين بالفن الشعبي اللي هو مدرسه بالنسبه الينا ونعود نطرقوا لهم بعد في يعني في ولو كان اغنيه الشعبي تتكتب وتتوزع بالنوطه يعني ويكون فيها توزيع مختلف يعني توزيع كيفاش يقولوا سيمفوني اوبرا اوركسترال يعني يكون فيها ارموني يكون فيها حوايج يعني تنجم. هل يعني ما نلقاوش ناس يعارضوا الفكره هذه يعني قلت لك عارضوني ديجا عندها 20 سنه لكن كاع ولاو صحابي ولا يقول لي مليح يعطيك ولا رجعوا رجعوا عندما نشاهدوا كون يديرها هذه الفكره كون يديرها واحد اخر ما تعرضوش انت انا من كجيل يعني لا ممكن درك النيو شعبي جديد ما يقنعكش انت ولا بداو يفسدوا في الشعبي نقول لك انايا درت اول سبيكتاكل نيو شعبي كان معايا محمد العمراوي نحييه اول سبيكتاكل لانه هذه التسميه جات كمال مسعودي الله يرحمه في فرنسا خرج سي دي وسماوه النيو شعبي الله يرحمه قال لي اسمع النيو شعبي لازم نضربوه ذات المانيات ذاته احنا درنا المشعل في 2002 و 2003 درنا لو سبيكتاكل هذايا يعني وجات وسائل الاعلام التلفزيون الجزائري ومنهم عرضت الشيوخ ديالي تاع الاندلس نور الدين سعود ربي يرحمه حضرت رزقي حربيت عبد الوهاب نفيل حضرت احمد سري الله يرحمه هذو حضروا شيوخه يعني باش يشوف من بعد جاوا سقساو الشيخ تاعي رزقي حربيت نحيوه قالوا له واش تقول في النيو هذا شعبي قال لهم انا مع الاول خلعت كي كنتوا تقولوا نهضروا نسمع لكن كي سمعت انا قال لهم انا نشوف بلي السيده ويغني غنيه تاعو جديده ولحنها هو من حقه قال لهم انا عم بالي حكم المكنسيه ودار لها طرمبيطه وقل لكن هنا نعارض صح هنا نعارض عندما انت تحكم قصيد ودير له طرمبيطه ودير له منارو صح لكن عندما انت عندك اغنيه جديده عطيها لي مسعود دوك انا لحنها من حقي نسميها صح 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 يعطيك الصحة خويا بارك الله فيك وفيما يخص قلت لي نكتبوا ها هو الشيف دوركاست اليوم هو كتب الموسيقى راح نعملوها بالكتيبة ما يحتاموش ما كاش حرج صح خلاص سمعنا المكتوب دوك اللي عنده ومكتوب عندك انت ثاني تكلماته هو نوطة هذه من كلمات ياسين وعابد اي ومن تلحيني عندها مدة من اللي خدمتها وتحكي على الام حني هذا يما اي يعني لو ديمينيتيف تاع يما في العاصمه والقبائل وهذيك يقولوا اي دونك هذه هي لو تيتر تاع الاغنيه ان شاء الله هنا. ربي يرحم الامهات اللي ماتوا ربي يرحمهم ويطول في عمر الحيين ان شاء الله يا رب السما وقلت يا لالي بدل حالي وبكيت حالي وبكيت
جات صورتي ما في بالي طيب لما حسيت لما حسيت يا يما العزيزة ديالي 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 ما ننساك مدام نحيت يا يما كيف تحت الخزانة شي حويجات مازال في مكانهم تفكرت يا ما تجمعتنا حصره ذوك لي مولاهم مازال لي ريحتي مانع ربت نوضرك ورحت نبوسهم دعيت لك يا يما بالجنة دموعي ما قدرتش نشدهم نظرت للسما وقلت يا لالي بدل حالي وبكيت حالي وبكيت جات صورتي ما في بالي قلت طيب لما حسيت لما حسيت يا يما العزيزة ديالي 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 ما ننساكش مدام نحيت اللي بيع المحرم دخلت المحلوب النية دخلت لعندو شري ونساوم في بالي ما زال كي حية خرجت من محلو حشم دمعة تجري في عيني ساعة ساعة يتلف البنادم حسبتك ما زالك في الدنيا نظرت للسما وقلت يا لالي بدل حالي وبكيت حالي وبكيت جات صورتي ما في بالي قلت طيب بلا ما حسيت بلا ما حسيت يا يما العزيزة ديالي 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 ما ننساكش مدام نحيت دارنا نحسها خالية ما كان حد لي يقول لي عالسلامة هم الدنيا طيح عليا وتولي دارنا من الظلامة إذا بكيت نبكي بتخبية عليك ألف رحمة ياما ديك لك صبحة وعشية مازالك بالي ديما درت للسما وقلت يا لالي بدل حالي وبكيت حالي وبكيت جات صورتي ما في بالي قلت طيب بلا ما حسيت بلا ما حسيت يا يما العزيزة ديالي 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 ما ننساكش مدام نحيت بارك الله فيك كلمات فعلا مؤثرة ولحن كذلك يعطيك الصحة الله يحفظك ربي يسلمك عندما تكون الأغنية على الأم يعني قد التجربة يعني كنتك في الميدان طبعاً. أنه تكون مؤثرة ما تنجمش تكون ماشي مؤثرة صح 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 خصوصا لما الواحد يتكلم على أم توفات ولا حاجة رايحت تأثر في كل الناس اللي فقدوا أمهاتهم يعطيك الصحة سي نصر الدين سي عمي مسعود كاين ناس ما يفرقوش بين الشعر الملحون والشعر الشعبي والشعر الغنائي يعني تبان لهم باللي الشعر اللي يتقال باللهجه العاميه كل شعر شعبي ولا شعر ملحون ولا وضح لنا الموضوع هذا هو كاين اختلاف في المصطلحات هذه ايه لان هو كل شعر شعبي شعر شعبي احنا نقولوا الشعر الشعبي
وهذا بدليل ما قاله الدكتور عبد الحميد حاجيات، يقول ما استعملش كلمة الملحون في مقدمة ديوان الأخضر بن خلوف. يقول إن الشعر الشعبي هو لسان الشعوب وديوان أخبارها. استعمل كلمة هذه هامة بزاف، لأن الدارس أو الباحث أو الأستاذ المختص في المادة ما يقولش كلمة هكذاك برك، يقولها لأنه عنده الدلالة نتاعها، لأن الشعر الشعبي هو مستنبط من حياة من حياة شعب، حياة عادات وتقاليد، ويقال بلسان الشعب، ويقال بلسان الشعب. وإنما باش نكونوا فاهمين، يقول لك فيه مصطلحات لغوية، حقيقة لغوية. احنا الجزائر منذ الأزل، الجزائر شعب مثقف، لما دخلت فرنسا للجزائر كنا صح بالك نسبة قليلة، بالك سنين ملتسبة صح ما يقراوش صح. والدليل لو ترجع للقصيدة اللي تاع الشيخ محمد الكبابطي، قصيدة مفحمة باللغة العربية، وإنما صيغت في أسلوب دارجي أو شعبي أو عامي. هي المصطلح هذه شعبي وغنائي، هذه كل مصطلحات. كاين حاجة، كاين نعم اسمح لي، كاين شعر شعبي ما يتغناش، يعني ما تلقاش فيها. هذه أنا ما نوافقش فيها، لأن علاه إذا ما تغناش معناتها القصيدة ماشي موزونة. معليش جيب لي باش نضيف برك في هذه، يعني المصطلح تاع الأغنية الشعبي كما قبيلات التجارة، المصطلح هذا داروا سيدالي بودالي سفير أيامها، أنها كانت الإذاعة تحت ضغط الاستعمار، سمى بكل أغنية عند الموسيقى الأندلسية الجزائرية لا ميوزيك كلاسيك الجزائريان الأندلس، لا ميوزيك شعبي، لو شون شعبي، الأغنية الشعبي. وكاين الأغنية الشعبية اللي هي نصيبها في التراب الوطني، هذا هو. وعندما قصائد التراث هذا بما هذا بودالي سفير هو اللي اول ما سمى بهذا رحمه الله. علاش نقول لك علاش؟ نسبة للطرب الشعبي، لأن الطرب الشعبي هو حضري في حد ذاته، هو معروف في كبريات المدن. مثلا في العاصمة اشتهرت الأغنية الشعبية بالآلة، ولكن لو كان ناخذوا نروحوا جهة تبسة مثلا، ولا جهة الأوراس، جهة تبسة الشيخ بورقعة، ولا في الأوراس الشيخ عيسى الجرموني رحمة الله عليهم، كانوا يؤديوا الأغنية، هي شعبية في الحقيقة، وإنما كانت تؤدى بالبندير والقصبة وبمقامات خاصة بالمنطقة. وهذا دليل على ثروة وغنى هذا الوطن في هذا المجال. بالنسبة لك أنت الشعر كله يغنى؟ نعم كله يتغنى، إلا إذا كانت كما يقولوا حنايا مدقوقة بهراوة. ما هو الشعر؟ لا شوف نجيب لك مثال في الشعر العربي. نعم نائل ملحن، لحن لمكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. ما كان حتى واحد لحنها في الملحنين العرب منذ بدا الفن، لكن رمت الفؤاد مليحة عذراء بسهام لحظ ما لهن دواء. تلحنت وتغنات من أجمل الأغاني العربية في الشعر العربي القديم. سامحني، لأن علاش كاين، أنت تعرف هذا مليح، أنا عندي معلومات خفيفة هكذا من خلال يعني احتكاك تاعي بالفنانين والموسيقيين والملحنين. لا ما عندكش معلومات خفيفة، احنا رانا نستفيدوا من خبرتك. لا سمح، لا هضرك على الموسيقى. كاين بحور، لأن الشعر العربي يخضع للبحور الخليلية. ما عندكش الحق تنقص ولا تزيد، إذا كان هذا في بحر الرمل ولا في البحر الطويل، هو في البحر الطويل. والجمل الموسيقية لما تجي تلحن الجملة الموسيقية تخلص والكلام مازال ما خلصش، إذا هنا يوقع لك خلل. إذا رحت حتى الشعر الشعبي عنده أوزان، وهذا رايحين نتكلموا عليهم من بعد. عنده أوزان، بصح ماهيش أوزان تخضع لبحور الشعر العربي، إنما متخضعش. هي صحيح. الشعر الشعبي يخضع للتسمية. لا تسمى ملحون، التسمية والتقطيعة.
هذه من بعد نوليو بعد نتكلموا فيها نتكلموا طيب فيها. سمعنا حاجه سيدي و انا و ومن بعد نقول نصر الدين هل الشيء اللي قاله دوكا سيما سعودي تلحن ولا لا؟ انا ماذا بيا لان احنا رانا بصدد تجديد لان يخصنا نخرجوا من قصيده الثوره الى ثوره القصيده باش نلحقوا تكون مفهومه عند الخاص والعام انا راني نشتغل على هذا النوع من الشعر هذا اللي راح نقرا لك درك مليح في التركيبه نتاعو أيوة. في اللغه نتاعو مليح. لان سامحني برك نفتح القوس هنا لان المعروف عند الشعراء واحد يكتب بالواقعيه واحد يكتب بالحكمه واحد يكتب بالرومانسيه واحد يكتب بالخيال واحد يكتب بالرمزيه هنا واش راح نقول لك انا جملت الركائز الخمسه في هذا القصيده مليح مليح ان شاء الله يا ريت نسمعوا التجربه هذه تجربه جديده الميكروفون تاعك الأيام والسنين تفوت الأيام والسنين تفوت وتبقى في الزمان ذكرى قبل ما يفوت الفوت غني للحياة مرة واكتب على وراق التوت قصة سنين حمراء وخلي الحزانة تموت وابقى في الظلام قمرة علاش البكاء والحسرة علاش البكاء والحسرة والحياة قدامك وردي أسرق من الربيع نظرة وجناين وردها مندي وعيش السنين الخضرة وبخيوط الحرير سدي الواد يحمل من قطرة والنار من عود تقدي لا تفرح لا تقول عندي لا تفرح لا تقول عندي ولا تحزن على زمان راح الدنيا إذا أعطات تدي وما دامت للعباد فراح توسد السرايا ولدي واستنى يطلع الصباح وقرا في راحة يدي مكتوبة كلمة السماح محلاها كلمة السماح الحب والحنانة فيها بلسم حطوا على الجراح تبرى كل علا بيها وتطلع شمسك في المراح والدنيا فاتحة يديها الما يسقي وينساح والأرض الميتة يحييها وفرحة العمر ربيها فرحة العمر ربيها خليها في قلبك تكبر ومحبة الناس اشريها وسكر بس بر المر دنيا الأيام تطوي فيها وما زاد الرقاد في العمر والعيوب لمها وخبيها وديها معاك للقبر وعانق الليل فيه سر عنق الليل فيه سر سر وسترة بلا لباس والدنيا مر واصبر منها جرعت ألف كاس همي من همها كبر درتو في القافية قياس القمرة والليل والبحر مثلث منبع الإحساس وصاني بابا يا ناس وصاني بابا يا ناس بلاك يا ولدي تغفل ابقى على الوردة عساس اياك تخليها تذبل وعمرك ما تقطع الياس وامشي في راس المحفل وحط على الصح الساس بنيانك بالحجرة يكمل وزرع كل الدنيا فل وزرع كل الدنيا فل واصنع للعشاق سفينة روح في رحلة ما تتمل بين الورد وسحر جنينة والبس الضباب واغسل بالثلج حيوط المدينة وفك قيامنا تخبل وداوي المرض اللي فينا وجيب السقيا وسقينا جيب السقيا وسقينا وزين قعدتنا بالورد خلي الحب يكبر فينا ونغني أغاني الود أغاني في الحزن تنسينا منها ما نسأل حد والدنيا اللي قسات علينا بخيلة ما تقول لك شد هي الدنيا جزر ومد هي الدنيا جزر ومد كذابة وتعطيك أسباب تفرش لك قبة بالورد وتقرأ لك ألفين كتاب توسد أحلامك وارقد واستنى يتحل الباب في صبحة
وعصفور يغرد وشمس تضوي واستضباب واستضباب واستضباب. شكرا. يعطيك الصحة. يعني هذه لخصت فيها كلش يعني. لا هذا أنا نشتغل على هذا علاش باش تكون عندها يعني بكلمة يعني بليغة نوعا ما تكون طبعا. عندها العالمية. أنا ولا غير لا أمل نعم. أمل نعم. أنا أشوفها فيها أمل سيد ليسبوار يعني أجملت فيها كلش لأن باش أنا أنا نقرأ الأدب الأوروبي ونقرأ الشعر الجاهلي ونقرأ الشعر المعاصر والكترة يعني في بدايتي للشعر كنت متأثر أنا بشعراء المهجر جبران خليل جبران وإيليا أبو ماضي وكذا اللي يمتازوا بقوة الرمسية يعني ولكن تبقى دائما باش ما نهضموش حق الناس ومن الشيء اللي نستلهمه منه والوعاء هذاك نبقى محافظين عليه هي القصيدة الكلاسيكية القديمة تبقى دائما هي أكيد. الوعاء الذي نستلهم منه لأن طبعاً. احنا تعلمنا على مشايخ هي المرجع على هما المرجع نتاعنا الحاج عبد الرحمن قاسم رحمة الله عليه شيخ حرز الله بالقاسم محمد شيخ محمد زواري بن زواري هذا وكل ما تمنى ربي يرحمهم نعم وهذا لا يمنع انه نقدم قصيده شعبيه بمصطلحات حديثه ومواضيع حديثه صحيح يعني الحب اللي كانوا يتغنوا به بكري الان تبدلت النظره للحب حتى الاحساس بالحب تبدل طبعا يعني بكري واحد يقدر يضحي من اجل حبيبته يضحي بروحه دركا ما يضحيش بروحه ما يضحيش ما كانش يضحي بروحه دركا فمثال برك الرسالة باش تلحق كانت صحيح. طريق الحمام وباش تبطات بكري يبقى السيد يستنى في رساله ولا هي تستنى في رساله من عنده بالشهور باش تلحق دركا ميساج صغير في الفيسبوك تلحق في لحظتها حتى المتعه تاع الانتظار ما كانش انا وش حبيت ثاني يعني من خلال باش نقول لك نعتمد بكثره يعني القصيده كي نكتبها درك يعني نقدر نقول لك 80% تعتمد على الرمزيه أكيد وإنما ما تكونش مباشرة عمري يعني عمري ما تخليت لأن نبحث ثاني إحنا نقوله القياسات الكتابة مش يعني كلمة كانت راحت لي من قبيل قياسات ما تقدر في الشعب يقولوا القياس وفي الشعر الأكاديمي الفصيح نقولوا البحر قياسات فيه قياسات أنا اللي نشتغل عليها ثاني يعطيك الصحة قياسات قديمة بزاف قديمة كتبوا بها شعراء كما الشيخ المنداسي كما المغراوي كما الشيخ النجار كما كتبوا بهذه القياسات هذه ودرك ما كاش اللي يكتب بهم انا تناولتهم وحاولت نفهم هذا القياس واسمه هذا واسمه هذا مشكور على المجهود هذا يعطيك الصحه وراني نكتب كتبت قصيدتين واحده في ما يسمى بالثلاثي المبيت وواحده ما يسمى بالرباعي المبيت المشطور وهو كائن ثاني الرباعي المبيت خلينا بعد نتكلموا على القياسات هذه باش يعطيك الصحه بارك الله فيك نصر الدين مع من يتعامل نصر الدين في من ناحيه الكلمات والالحان القصيد باين تاع شعراء قدماء رحمهم الله لكن دركا عندنا يعني كما يقول كاين كتاب في الشعب يعني كاين بكري كان معتمد غير على التراث يعني كان تراث هو القصيد لانه وقت هذاك الوقت هذاك القصيده توجد فيها كلش وما كانش لي مويان ديفيرتيسمون ما كانش لي لوازير القصيده مام هما كي كانوا يكتبوا القصائد شيوخ رحمهم الله القصيده فيها كلش تلفزيون سينما اخبار اعلام كلش في القصيده صح وعندما قبيلات برك نفتحوا القوس عندما كنا نهضروا على اللغه يعني القصيده لغويه ولا ماشي نطق برك اللي يكون مثلا ناخذوا قصيده يقول زرت ورويت من مدامو وعمر جبحي وعاد مالي وكمل قصدي فاش جاني ذي اللي قالوا عربيه نكتبها زرت هو رويت من مدامه عمر جبحي فعاد مالي عربيه نطق برك اللي هذا ما كان صح صح فيما يخص الاغنيه اللي رانا نعتمدوا عندي كتاب كلمات مثل ياسين وعابد مثل خالد سفيان
مثل كمال شرشار، قدر فرح رحمه الله، نور الدين بوديسا، والقائمة طويلة. إنسان يسمحوا لي نسيناه اللي مازالوا فيهم. مسعود طيبي اليوم هذا وين؟ ما حبش كان مخبي، ما حبش اليوم قال لي تعرفوا من بكري ولا لا؟ وي من المفروض انت اللي تفتش عليه. لا لا انت اللي تروح تفتش عليه. يقول لك الطير هو اللي راح للشجرة. انت شحال هذيك اللي تعرفني يا حسرة؟ مدة طويلة. من النهار كانت بنتي صغيرة، كانت خلاص سنة ثانية ابتدائي. صح فهمت. صح. وباش من بعد ولينا تلاقينا باش جاء المكتوب وخدمنا. صح تلاقينا مرة. تلاقوا في ملتقات المجال الفني هدايا، كيكون ملتقى شعبي ولا نحضر. تلقيت به في برنامج إذاعي. من شروط البرنامج هذا أنه تكتب أغنية وتلحن وتؤدى في نفس الحلقة. برنامج اسمه ميلاد أغنية، هكذاك ميلاد أغنية. فكتب هو كتب الرفران المقطع الأول، وكان معايا العود، لحنت وغنيته في بعد عام وقيلة ولا عامين. لا في نفس السنة، كي خلصت السنة سجلت الأغنية ولا أغنية. لا بعد عام سجلت الأغنية. فبقى نفس اللحن اللي لحنته المرة الأولى، هذا كل ما مشى في الأغنية. فالأشياء هذه على بالك ما تنجمش تنساها. اي ما تنجمش تنساها. فكانت عندي أول تعامل ما. فأنا نتمنى أنه عنده ما شاء الله من قصائد. على ذكر هذه فيه واحد القصيدة يعني اللي تقراها له يقول لك هذه محال إذا كانت لحنها بالعود وكذا. يقول لك هذه تغنى مثلا بالقصبة. أي فهمت. قصيدة تتحلو. أنا حتى واحد النهار عيط لي على واحد الكلمة هكذا، هو ما فهمهاش وحسبها مكسرة. عاودت تما كي سقم لها عطيته هذه الكلمة، كي عاود قراها صحيحة. بصح أنا وين يعني كل احتراماتي ليها، بذل مجهود كبير فيها، يعني لحنها في تيندي. ربي يعاونك. يعني اللي يسمعها يعني انا عندي بي سي دي، اللي يسمعها يقول لي عمري ما كنت نستنى قصيده في العشاري. عشاري تسمى المسرح كما نقولوا حنايا، تاع جهه الجنوب الشرقي. ما تقدرش تلحنوا، ولكن اول القصيده تكون موزونه راكبه. ايه الوزن يلعب دور وطاحت على الجمل الموسيقيه. طيب سيدي سي نصر الدين، واش نسمع دوك؟ حاجه حاب نسمع حاجه بالمنظور. نسمعوا العاصمه رحتي خساره من أيوة. كلمات وتلحين خالد سفيان. ايوا على وزن وهرا رحتي خساره. مثلا تقول وهرا رحتي خساره، هذه العاصمه رحتي خساره. لكن انا من هنا يعني ماشي نكريتيكي يعني العاصمه هنا، يعني انا يا كما قلت الحنين هذاك اللي خصني. حنين صح. تزير العاصمه بكري، الاشياء الجميله تاع بكري. صح جميله كاع راحت. صح ضروري انا نبكيها كما بكري. كنا ابائنا ولا جدودنا يقول لك تزير كانت هكذا، وهران كانت هكذا، ولا قسنطينه كانت هكذا، واليوم راهي هكذا. كما قلت انت دركا قبيله كنا نقصروا، قلت لي العاصمه دركا راح تولي خير من احسن مدن. ايه. بارمي لي ميور فيل كابيتال دو موند. دونك احنا ما نهضروا على الحنين. صح صحيح صحيح. يا العاصمه رحتي خساره، نيدك رجعتي يا غريب. رجع غريب فيك الورد وشوك مسامي، رد فلاح حلو عليك. يا العاصمة رعتي خسارة، وليدك رجعتي غريب. رجع غريب فيك الورد وشوك مسامي، رد فلاح حلو عليك. مقواني يا ليام، فلا حلو عليك. أملتينا واحد واحد، لها درتي ليه مكان.
في قبره عنده شهاد بيت سيدي عبد الرحمن. هملتينا واحد واحد كل هدرتي ليهم كان. جدي في قبره عنده شهاد بيت سيدي عبد الرحمن. على بالكور راني نقاسي رجعي كل شي كيف الزمان. رجعي لي جيراني وناسي ردي كل شي ردي لبلادي لمان. يا نيام قوان يا نيام ردي لبلادي لمان. يا العاصمة رحتي خسارة وليدك رجعتي يا غريبة ارجع غريب. فيك الورد وشوك مسمين ارجع نقول عليه. يا العاصمة رحتي خسارة وليدك رجعتي يا غريبة ارجع غريب. فيك الورد وشوك مسمين والردف لحلو عليك مقوان يا ليام مقوان يا ليام مردف لحلو عليك مردف لحلو عليك مردف لحلو عليك. يعطيك الصحة يعطيك الصحة. سي مسعود طبعا كل سن و مستواه الفكري وإحساسه في كتابة النص الشعري. كاين أغراض شعرية كل ما يتقدم الإنسان في السن كل ما يبدأ يتخلى عليها تولي تظهر له مواضيع أخرى جديدة. فوين هي المواضيع اللي مسعود الطيبي كتب فيها بكثرة؟ يعني بكثرة أنا كتبت بتقدر تقول في الحكمة لأن نقدر نقول لك في الحكمة لأن علاش أنا من صغري ملي كنت صغير 25 26 سنة عندي هذا الأبجدية هذه تاع نتكلم بالأمثال الشعبية بالحكمة الشعبية. علاش؟ نعرف أنا كنت صغير 26 27 صحابي كاع 40 45 تسمى ملي كنت صغير وأنت كبير كبرت قبل وقتي. لأن علاش؟ أولا عرفت الحاج عبد الرحمن قاسم رحمة الله عليه الله يرحمه. أنا أعتبره شيخ تاعي فاحل من فطاحل الشعر الشعبي ربي يرحمه ربي يرحمه. كي عرفته هو قحمني في واحد الجو لقيت روحي أنا نريح مع أبو القاسم خمار رحمة الله عليه نريح مع طاهر بن عيشة الله مع سليمان جوادي نريح الحق تما ما قدرش نعاود نولي نحق. اي صح صعيب صعيب ما قدرش هذا هو السبب. وانما كاينه حاجه الانسان نهار يبدا تولي تكتب كاينه هذيك الموهبه تكتب يعني بعد العمليه حسابيه تكتب نقول احنا 99% موهبه و 1% صنعه لان ما عندكش تجربه. بصح مع الوقت كما سبق وذكرت انت كي الانسان يتقدم في السن يفوت الأربعين تولي تبان له امور واحده اخرى يولي يكتب من خلال تجربه عاشها تجربه حياتيه تجربة عاشها يعني يولي 99% صنعه و 1% الموهبه هذيك ديما تبقى. على سبيل المثال انا نهار لحقت 40 سنه واحد سقساني قال لي شحال في عمرك؟ قلت له اليوم درت 40 سنة. كنا لو 5 أوت 1992 هذه عندها عامين تقريبا ولا ثلاثة؟ لا 92 ورانا 92 لا تبان درك تبان 42 43 يعطيك الصحة. المهم قلت له والله غير عطيتني واحد الفكرة غير كتبت هذه أنا ما بقاش القلب فيك راغب ما بقى لي ما نشوف ورايا فت 40 صرت شايب حفظته ما بقات لي قرايا. لا لا استدير خلاص كي تلحق واحد السن تجربه صح تولي تكتب من خلال صح تجربه في الحياه وكل حاجه كل حاجه تكتبها محسوبه عليك ماشي ليك اكيد وستحاسب عليها. يعطيك صح يعطيك الصحه. سمعنا حاجه درك مادام كنتوا تتكلموا على الام وكذا انا
على فكره ما تبكيناش برك. لا ما نبكيش. هيا روح على فكره. انا خلال تجربتي كاع في الشعر هذه مدتها 50 سنه وانا نكتب، كتبت قصيده واحده على الام هذه اللي راح نسمعك فيها، لان بعد ما سمعت عده قصائد وعده اغاني رجعت حتى لقصيده ابو القاسم الشابي قلب الام. الميكروفون تاعك هذه تغنات ولا ما تغناتش؟ هذه ما تغناتش. شعلوا شعلوا الميكرو. شعل راه شعل. اقول وبلغه مهذبه يعني وسطيه. تعطينا بيانو خفيف هكذا. اقول تكبر وما زلت صغير. تكبر وما زلت صغير في عيون تشوفك بيها. اطلب منها دعوة خير، حط ابني الساس عليها، امك يا اخويا امك ثم امك. الحكاية في الاصل قديمة بين المولود والاميمة، صرخة ومعاها تبسيمة على النعمة اللي بين ايديها، لحظة وجودك عظيمة ما عندك باش تكفيها، امك يا اخويا امك ثم امك. كبرت وصرت تجيب وتدي وما زال تقول لك يا ولدي، وتردك للعهد الوردي والفرحه ماليه عينيها، وتقول لك يا ثمره جهدي، وتضمك بحنان عليها، امك يا اخويا امك ثم امك. الله الله. في حجرها ترقد من تعبك، فرحانه تقرا في شيبك، قصه ورده في قلبك، مزبالة والريحة فيها، والشمعة اللي تنور دربك، جناح الستر مغطيها، أمك يا أخويا أمك ثم أمك. ما زال ما خلصت الحكاية، ما زال فيها ألف رواية، تبقى الأم فيها مراية، تشوف كل الدنيا فيها، لما ترجع للبداية جنانك يثمر بدعويها، أمك يا أخويا أمك الله ثم الله. أمك يعطيك الصحة. بارك الله فيك. هنا أنا حبيت برك نلحق علاش كررت كلمة أمك ثم أمك ثم أمك. من الحديث النبوي. من الحديث النبوي الشريف، لأن باش تكون عندها هذيك القوة ويكون فيها خوف ثاني، لأن تذكير إلحاح على التذكير يزرع لك هذاك الخوف، باش الناس هاي الأمة سي محمد ماشي حاجة. صحيح. بارك الله فيك، يعطيك الصحة. شكرا. نصر الدين، قبل ما نختموا بآخر أغنية، شكون الفنان اللي تعتبره مثلك الأعلى؟ أو الفنان اللي كان هو المدرسة نتاعك الأولى تعلمت منه وكنت تحبه ومشيت على طريقه؟ المدرسة الأولى والهاشمي دروابي رحمه الله. الله يرحمه. بغض النظر انه ذكرت لك شيوخ ثاني كبار مثل الشيخ عمر الزاهي رحمه الله، حاج بوجمع العنقي، سادو سليماتر، كونتيستي دو شعبي معنا انا ما فيهش، لكن يبقى توجور شيخ شيوخ هو الحاج محمد العنقى. هو يقول لهم سو سون توس مي زيلاف ديريكت و انديريكت، رغم انه عنده مدرسه فيها طماش الهادي العنقى شرشام والى اخره، نسمحونا ما نجمش نذكروكم كاع هما كاع شيوخ ما شاء الله، لكن المدرسه الهشماويه ومدرسه العنقيس ومدرسه هادو كاع يقول لك سو دي ميزيلا انديريك، دونك هادو ما شيوخ تاعنا. لكن انا كنت تلمت في مدرسه عريقه هي مدرسه الاندلسيه، بغض النظر انه درت الموسيقى الكلاسيكيه عن طريق السولفاج، عن طريق الكونسرفاتوار دالجي ولي بوزار دالجي، تعلمت الموسيقى، تعلمت نعزف على البيانو ميثود روز والى اخره يعرف موسيقى كلاسيكيه. من بعد تحولت، من بعدها درت الموسيقى الاندلسيه اللي قعدت فيها مده 15 سنه. شيوخي والفنان الشعبي كامل لازم يفوتوا على الاندلسي قبل الشعبي ولا لازم؟ ماشي لازم، لا يعني من محبذ كما يقول لك، من يعني الاحسن، من الاحسن انه
يجوز على المدرسة، لأنه أنا تعلمت يتكون يعني. أنا تعلمت مثلا في الشعبي، تعلمت عن طريق الكاسات والهاشمي الوابي ونسمع ونغني، لكن عندما دخلت للمدرسة وليت نعرف واش معناتها الديل ورز الديل، ما كنتش نسمع به نلعبوا ما نعرفوش، المايا والرمل المايا، لا ديفيرونس بين الجنبة والزيدان وأربع المقام كاين في الأندلس برك تبحر، لانه كان عن طريق السمع. صح. لكن دوك كاين الحكم نقولها الموسيقى الكلاسيكيه، انا ضد الفكره انه هذا ولا تسميه الموسيقى الاندلسيه، لانه طرح الاندلس ما كاش موسيقى عربيه. صح صح. ما عند العرب كاع كي تقول لهم جات سمحت لنا الظروف ان خرجنا لخارج الوطن، قال هذا في الجزائر باللغه العربيه وذاك اللباس التقليدي وذا، ما كان في حتى بلاد باش تفهموا. صح صح. والمليح فينا حنايا انه تروح تلقى احنا الثالث مدارس قرطبيه شبيليه والغرناطيه تلقى هنا، المالوف تلقاه في ليبيا في تونس، في الجزائر تلقى ثلاث مدارس، تلقى من جهه قسنطينه عندنا بالمالوف، من جهه تلمسان والغرناطي، والعاصمه عندنا صنعاء والى اخره. هذه نقول سين ريشاس الاخر تاعنا. اما الشيوخ ديالي بديت عند نور الدين سعيد رحمه الله، بعد عندي رزقي حربيت، الشيخ مماد رحمه الله، الشيخ عبد الوهاب نفيل، هذو كاع الشيوخ وسري من 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 البعيد. وحدثنا على الكفري هذا. الكفري هذا يا يعني نشكر على كل حال، هو واجب انه كيفاش يقول لك الوزاره الثقافه والفنون تتلهب الفن تاعها عن طريق الفنانين اللي درنا هاد لي كفري هذو. واش فيه؟ واش فيه؟ شعبي، هذا شعبي، شعبي هذا شعبي كلاسيكي، قصدي قصائد. اعمالك ولا اعمال؟ لا قصائد. قصائد تراثيه، تراثيه من التراث. الشيخ بن خلوم، الشيخ بن تريكي، الشيخ بن سهلام، الشيخ هذو كاع موجودين هنا، وماشي غير انا، كاع يعني عده فنانين حتى القدامى اللي ماتوا داروا من قبل دي كوفري، يقعدوا يعني نحافظوا عليهم، لانه باش ما يتبحروش. واش كنا نهضروا؟ صح، باش ما يتبحثوا يقعدوا عن طريق السمع. هذا طيب اللي قامت به لوندا تحت اشراف. واش نسمعوا في اخر البرنامج؟ شرط عليا انه نديروا من تراث، وهذو من كلمات محبوباتي، في الطومه وجداني نجي عندكم للحومه. مليح. كان اداها شيخنا الكبير الهاشمي القروابي. الله يرحمه. احنا نحاولوا انه نديروا مع الفرقه. نستخبر. جاني هدية، جاني مخبل في وراقه، حب الملوك حب الملوك، جاني هدية جاني مخبل في وراقه، والآن حبيب قلبي رضى عليا، هو في الجزائر وأنا مشتاقه. لا تسرج لا تسرج حتى تلجم، وعقد عقدة صحيحة، لا تسرج لا تسرج حتى تلجم، وعقد عقدة صحيحة، لا تتكلم يا أخي حتى تخمم، ولا توقع في فضيحة، ولا توقع في فضيحة، ولا توقع في فضيحة. وشداني محاني ندوز قدام باب داركم، جا
تجي لعندكم الحومة للحومة هاني من عاني تدتني رجلي شواركم وكويتني يا فطومة فطومة مشتاني نجي لعندكم للحومة وأمان ما نعرف وسواس لا في بالي شطان هاني لاباس لاباس في نعمة وأمان ما نعرف وسواس ولا في بالي شطان درتها بيدي يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس وشتان نديل عندكم للحومة شكل بعيد هذ مع ولا تنواح لا شك ولا تنهيد كان بالي مرتاح مرتاح المشاكل بعيد هذ مع لا تنواح لا شك ولا تنهيد ساقلي لي برياح 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 واش داني نجي لعندكم للحومة صالك عليا جود راك سكت الروح وقفت الحدود ما قدرت به نروح صالك عليا جود راك سكت الروح وقفت الحدود ما قدرت به نروح حرقوني العيون السود 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 واش عندكم للحومة واش داني محاني ندوز قدام باب داركم نجي لعندكم للحومة للحومة داني منعاني حتى ادتني رجلي شواركم وكويتني يا مريومة مريومة واش يعطيك الصحة. روعة. الصحة تاني جو. ما شاء الله بارك الله فيكم كامل. والله في الحقيقة مازالوا مواضيع كنا حابين نتكلموا فيهم لكن مربوطين بالوقت للأسف. للأسف مربوطين بالوقت والمخرج الكلام يقول لي. الكلام مشيق والوقت ضيق. يعطيكم الصحة. بارك الله فيكم. الفرقة ونائل والجماعة بارك الله فيكم. عمي مسعود كلمة أخيرة. كلمة أخيرة أنا نحب عندي واحد
واحد الرباعية اللي حب دائما نختم بها لأن فيها بزاف حوايج. قلنا حاجة برك. حاجة خفيفة. أيوة. حاجة خفيفة أربع كلمات ماشي رباعية. خطر هي خفيفة. وموجه الكامل طبقات المجتمع. خاصة الشباب وخاصة الطلبة. نقول العلم مفتاح كل باب. العلم مفتاح كل الباب والجهل مصيبتك مصيبته مصيبة. دير قد ما تحب أحبابي يبقى ما كاش كيفها حبيبة. الله الله الله. وفي ختام تحية لكامل العائلة الزوجة الكريمة والبنات والأحفاد وكامل العائلة. ربي يحفظهم إن شاء الله. بارك الله فيك سي نصر الدين. إخوة بارك الله فيكم. أنا جد مسرور أنه كنت معكم في هذا البرنامج وهذا من البرامج القلال اللي محسوب ديجا التيتر تاعو اسمه عازف الليل. عازف الليل ما شاء الله انه يكون هاد لي زيميسيون هاد يكونوا ترفيهيه ويكونوا قويين بزاف في التلفزيون الجزائري. البرامج هذه تستمر وتنجح بكم انتم بضيوفها وبمستوى الضيوف. ماهيش ترفيهيه برك. صحيح صحيح فيها يعني احنا نستفيد من الحوار مع الضيوف. عندما نقولوا ترفيهيه ترفيهيه في كلش عقل ذات موسيقى اذن كلش هذا هو. صحيح. ويعطيكم الصحة. شكرا على الدعوة. شكرا لك انت ثاني ومسعود على تشريفكم للبرنامج. وشرف لي انا كنت مع الشيخ مسعود. وكما وعدتنا ديروا لقاء بيناتكم ان شاء الله. ايه. ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله. ربي يحفظكم. شكرا نائب. شكرا جماعة. مشاهدينا الكرام هكذا تنتهي هذه المتعة اللي تمتعنا بها مع ضيوفنا. ان شاء الله نعدكم بالكثير من الضيوف الذين سيمتعوننا في الحلقات القادمة إن شاء الله. ليلتكم سعيدة وتصبحون على خير.